هذا شارع الملك عبد العزيز. ما شاء الله ما شاء الله. سكر لا إله. اللهم لك الحمد الجلد حفر الباطن 29 نوفمبر 2020 اللهم لك الحمد سيول الجلد حفر الباطن اللهم لك الحمد. اليوم الاثنين هذه إحدى عبارات الجلد فيضة الجلد لليوم الثاني على التوالي تمشي. أبو شلون أنا شوف. طبعا هناك في عبارتين ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذه العبارة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجلد حفر الباطن اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020. الواجهة السياحية أمام أهالي حفر الباطن أثناء موسم الأمطار. طبعا هذه البيضة الدائمة اللي هذا مخيمنا ما شاء الله تبارك الرحمن. لا اله الا الله. خبره خبره بحر، صرنا في نص بحر هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. شعيب الجلد غرب حفر الباطن 40 كيلو لا زال من امطار امشي امشي. جميع تصب فيضة الجلد شمال غرب حفر الباطن 50 كيلو تقريبا. عسى الله يطرح فيها بركة إن شاء الله. ما شاء الله حفر الباطن صباح يوم السبت تبارك الله. هذا سير شعيب الجلد في حفر الباطن اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020. طبعا هذا علاوي شعيب الجلد من الجهة الجنوبية اللهم لك الحمد. شلون انا
هذا الطريق الواصل بين مدينة الصويري وحفر الباطن. كميات هائلة من السيول تغطي الطريق الآن وبدأ، ولا زال شعيب القلد يمشي على كبر، اللهم لك الحمد. طبعا الآن الساعة 3:30 عصرا، ولا زال الشعيب ما شاء الله يمشي تماما، اللهم لك الحمد. طبعا الآن في اتجاه طريق الشمال،